السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة مع بعض هننفذ وحدة مفرش، بس هتكون على شكل مربع مقاسها 13 سنتي في 13 سنتي. نفذتها بخيط أليزا الخيط القطن وبإبرة مقاس 3 إبرة دائرية. طيب بالنسبة للوحدة احنا ممكن نستخدمها في ايه؟ احنا بنعمل منها وحدات كتير وتبقى مفرش سرير او مفرش سفرة، لو احنا عايزين كمان نعملها لمفرش لترابيزة صغيرة. طيب بالنسبة للشرح، طبعا احنا هننفذه مع بعض خطوة بخطوة. خلينا نشوف شكل المفرش من الخلف هيكون ازاي. هو ده شكل المفرش عندي من الخلف. احنا كده شوفناه من الامام ومن الخلف، مع بعض هننفذ المفرش خطوة بخطوة، وارجو ان انتوا تتابعوني لنهاية الفيديو. بسم الله، مع بعض هنبدأ المفرش على 8 غرز، وزي ما قلتلكوا الابرة هتكون مقاس 3 وابرة دائرية طبعا، والخيط هيكون خيط اليزا قطن. كام غرزة؟ 8 غرز، هنقسمهم على 2، هيبقى 4 غرز على ابرة و4 غرز على ابرة. الشرح الطريقة دي بالتفصيل موجود في فيديو في القناة، انا هنزل لكم الرابط في صندوق الوصف علشان تقدروا تشوفوا الفيديو وتفهموا الطريقة كويس. يبقى احنا مع بعض بنقسم الغرز على الابرتين. طيب بعد كده هنبدأ وهنشتغل السطر الاول. ناخد بالنا ان الخيط البداية لازم يكون في اول السطر، ده خيط البداية، ده موجود في اول السطر، يبقى دي بداية الدايرة، او نحط دبوس زي ما انتوا عايزين. انا مش هحط دبوس، انا هبدأ وهنعمل الدايرة الاولى. طبعا شغلنا هيكون في دوائر. هنشتغل الدايرة الاولى، هيكون الثمان غرز كلهم بالغرزة العدل. هنبدأ، يبقى احنا بنشتغل مع بعض في السطر الاول وهيكون كله بالغرزة العدل. ودلوقتي هنبدأ في الدايرة التانية وهيكون برضو كلها بالغرزة العدل على 8 غرز. هنبدأ في الدايرة الثالثة، ومن اول هنا هنبدأ نزود عن طريق اللفات، وهنشوف الزيادة هتكون ازاي والتكرار هنكرر قد ايه. من اول هنا هنبدأ نكرر وهنعمل لفة، وهنشتغل غرزة عدل من اللفة الخلفية، مش من هنا، لا من اللفة الخلفية. يبقى هما دول بس اللي انا هكررهم لغاية ما الدايرة كلها عندي تخلص، لفة وغرزة عدل من اللفة الخلفية. الدايرة الرابعة هنشتغلها كلها بالغرزة العدل من غير اي زيادة. يبقى هنشتغل كل الغرز حتى اللفات كمان هتكون بالغرزة العدل. الدايرة الخامسة هنزود برضو عن طريق اللفات، وناخد بالنا من الجزء اللي احنا هنكرره. هنبدأ مع بعض، ومن اول هنا هنبدأ ونكرر، هنعمل لفة وبعد كده هتبقى غرزة عدل من اللفة الخلفية. بس كده هما دول اللي انا هكررهم لغاية ما الدايرة الخامسة كلها عندي تخلص،
لفة وغرز عادل من اللفة الخلفية. الدايرة الستة هنشتغل كل الغرز واللفات كمان هتكون بالغرزة العدل من غير اي زيادة، احنا مش هنزود في الدايرة الستة. يبقى هنبدأ ومن اول هنا شغلنا كله هيكون بالغرزة العدل. ودلوقتي وصلنا للدايرة السابعة وبرضو شغلها بالغرزة العدل، مش هنزود ولا غرزة. يبقى احنا هنشتغل دلوقتي الدايرة ايه؟ الدايرة السابعة. هنبدأ وهنشتغل كل الغرز بالغرزة العدل. الدايرة الثامنة برضو هنشتغلها بالغرزة العدل ومش هنزود ولا غرزة. مع بعض هنبدأ في الدايرة الثامنة، شغل الغرز كلها هيكون بالغرزة العدل. الدايرة التاسعة ورجعنا مرة تانية عشان نزود غرز برضو عن طريق اللفات، وناخد بالنا من الجزء اللي احنا هنكرره. هنبدأ من اول هنا، هنبدأ نكرر. اول حاجة هنعملها ايه؟ هتكون عندي لفة، يبقى هنبدأ وهنشتغل وهنكرر، ومن اول هنا هنعمل لفة وبعد كده اربع غرز عدل. كده الجزء اللي احنا هنكرره لغاية ما الدايرة كلها تخلص كده خلص. هما دول بس اللي احنا هنكررهم في الدايرة التاسعة، لفة واربع غرز عدل. طيب ودلوقتي احنا هنعمل ايه في الدايرة العاشرة؟ احنا هنشغلها كلها بالغرزة العدل ومن غير اي زيادة، كل الغرز وكمان اللفات كلهم هيكونوا بالغرزة العدل. يبقى هنبدأ في الدايرة رقم 11 وبرضو هنيجي نزود غرز عن طريق اللفات، وناخد بالنا ان في جزء هيتكرر لغاية ما نخلص الدايرة كلها. هنبدأ ومن اول هنا هنكرر، واول حاجة هنعملها هي اللفة وبعد كده غرزة عدل من اللفة الخلفية لفة واربع غرز عدل. هما دول اللي احنا هنكررهم لغاية ما الدايرة عندي تخلص، لفة وغرز عدل من اللفة الخلفية ولفة واربع غرز عدل، هنكررهم لغاية ما الدايرة كلها عندي تخلص. طيب هنعمل ايه في الدايرة رقم 12؟ هنشتغلها كلها بالغرزة العدل من غير اي زيادة، الغرز واللفات هتبقى كلها بالغرزة العدل.
ومعاكو هشتغل الدايرة رقم 13، وهنبدأ برضو نزود فيها غرز عن طريق اللفات. هنشوف الزيادة هنا هتكون ازاي. هنبدأ ومن اول هنا، يبقى احنا هنكرر من اول هنا. هنعمل اول حاجة لفة، وبعد كده هيبقى عندي غرزة عدل. الغرزة دي هنعمل غرزة عدل من اللفة الامامية، وبعد كده هتبقى غرزة عدل من اللفة الخلفية في نفس الغرزة. غرزة عدل، لفة، رمز SSK، اتنين عدل معا. هندخل الإبرة في الغرزتين مع بعض ونشتغلهم اتنين عدل معا. لفة، تلات غرز عدل، لفة، رمز SSK، وآخر حاجة هيبقى اتنين عدل معا. كده الجزء اللي احنا هنكرره كده خلص. هما الغرز دي بس اللي احنا هنكررها لغاية ما الدايرة كلها عندي تخلص. الدايرة رقم 14 هشتغل كل الغرز عندي بالغرزة العدل من غير اي زيادة. هنبدأ مع بعض في الدايرة ونشتغل كل الغرز بالغرزة العدل. هنبدأ في الدايرة رقم 15، وناخد بالنا ونشوف طريقة الزيادة في الدايرة هتكون ازاي. هنبدأ مع بعض من اول هنا. هنكرر، واول حاجة هتبقى لفة، غرزة عدل، اتنين عدل معا، هنيجي ونعمل اربع لفات على الابرة. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. بعد كده هيبقى رمز SSK، غرزة واحدة عدل، لفة، ورمز SSK، لفة، ومرة تانية رمز SSK، غرزة واحدة عدل، اتنين عدل معا، لفة، واخر حاجة اتنين عدل معا. كده الجزء اللي احنا هنكرره لغاية ما الدايرة كلها تخلص. كده احنا خلصناه وشوفنا طريقة شغله. هما دول بس اللي احنا بنكررهم مع بعض. هنبدأ في الدايرة رقم 16 ونركز ونشوف طريقة شغلها هتكون ازاي. من اول هنا هنبدأ ونكرر. اول حاجة هنشتغل تلات غرز عدل، طيب الاربع لفات اللي احنا عملناهم في الدايرة اللي فاتت هنعمل فيهم ايه؟ هنيجي في اول لفة واعمل ست غرز. هيبقى غرزة عدل، غرزة مقلوب،
غرزة عدل، غرزة مقلوب، غرزة عدل، وآخر حاجة غرزة مقلوب. يبقى كده الست غرز عملناهم في اللفة الأولى. هنوقع الأربع لفات من على الإبرة الشمال بالشكل ده، وبعد كده هشتغل 10 غرز عدل. كده احنا خلصنا الجزء اللي احنا هنكرره لغاية ما الدايرة عندي كلها تخلص. ناخد بالنا كويس بس من الـ6 غرز اللي احنا بنعملهم في الـ4 لفات، بنعمل في لفة واحدة بس منهم ونوقع كل اللفات من على الإبرة. الدايرة رقم 17 هنزود برضو فيها غرز، وناخد بالنا من طريقة شغلها هتكون ازاي. هنبدأ من اول هنا، هنعمل لفة، غرزة واحدة عدل، 2 عدل معا، 6 غرز عدل، 6 غرز عدل، رمز SSK، غرزة عدل، لفة، ورمز SSK، لفة، و3 غرز عدل، لفة، وآخر حاجة 2 عدل معا. كده احنا خلصنا، هو ده بس الجزء اللي احنا هنكرره لغاية ما الدايرة كلها تخلص. الدايرة رقم 18 الغرز اللي عندي كلها هشتغلها بالغرزة العدل، ومش هزود اي غرزة. هنبدأ وهنشتغل كل الغرز وكمان اللفات هيكون كلهم بالغرزة العدل. الدايرة رقم 19 هنزود برضو غرز، وهنشوف مع بعض الطريقة هتكون ازاي، وناخد بالنا من الجزء اللي احنا هنكرره. هنبدأ من اول هنا، هنعمل لفة، وهشتغل غرزة واحدة عدل، اتنين عدل معا، لفة، غرزة واحدة عدل من اللفة الخلفية، لفة، 3 غرز عدل، لفة، 3 غرز عدل، لفة، وغرزة عدل من اللفة الخلفية، لفة، ورمز SSK، غرزة عدل، لفة، رمز SSK، لفة. وبعد كده هنيجي عند الغرزتين دول هننقلهم بالظبط اكني بشتغلهم 2 عدل معا، وهشتغل الغرزة الثالثة غرزة عدل،
وهقفل الاتنين على الغرزة العدل. هنعمل لفة واخر حاجة هتبقى اتنين عدل معا. الاربعة وعشرين غرزة دولم هم دولم اللي انا بكررهم لغاية ما الدايرة كلها تخلص. وصلت معاكم للدايرة رقم عشرين، ومش هنزود اي غرزة، احنا هنشتغل الغرز اللي عندي كلهم هيكونوا بالغرزة العدل. يبقى مع بعض هنبدأ في الدايرة رقم عشرين وهنشتغل الغرز واللفات بالغرزة العدل. الدايرة رقم واحد وعشرين هنشتغلها من غير اي زيادة، بس نركز وناخد بالنا ونشوف الجزء اللي احنا هنكرره. هنبدأ من اول هنا، هنكرر في 24 غرزة. هتبقى اول حاجة لفة، وهشتغل غرزة واحدة عدل، اتنين عدل معا، لفة، وهنيجي ننقل الغرزتين دول مع بعض واشتغل الغرزة اللي بعديهم غرزة عدل، وهنقفل برضو الغرزتين على الغرزة العدل. هنعمل لفة وهشتغل ثلاث غرز عدل، لفة وغرزة واحدة عدل من اللفة الخلفية، لفة وثلاث غرز عدل، لفة، والغرزتين دول برضو هننقلهم مع بعض، وهشتغل الغرزة التالتة غرزة عدل، وهقفل الاتنين على الغرزة العدل، لفة ورمز SSK، غرزة واحدة عدل، لفة، وهنقل غرزتين مع بعض على الإبرة اليمين، وهشتغل الغرزة الثالثة غرزة عدل، وهنقفل الاتنين على الغرزة العدل، لفة، وآخر حاجة اتنين عدل معا. ويبقى كده الاربعة وعشرين غرزة كده خلصوا، هم دول بس اللي احنا بنكررهم لغاية ما الدايرة كلها تخلص. وصلت معاكم للدايرة الاخيرة وهي الدايرة 22، شغلي كله هيكون بالغرزة العدل من غير ما ازود اي غرزة. يبقى هنبدأ مع بعض وهنشتغل كل الغرز وكمان اللفات كلهم هيكونوا بالغرزة العدل. مع بعض وصلنا لاخر خطوة وهي خطوة تقفيل الغرز. بعد ما اشتغلنا 22 دايرة هنقفل الغرز. طيب احنا هنقفلها هنا ازاي؟ انا هقفلها بالابرة ديت، ابرة كروشيه، طبعا الابرة المعدنية اللي هي بتبقى رفيعة وبتبقى مناسبة للخيط اللي احنا بنشتغل بيه. هنقفل وهنشوف ازاي طريقة القفل. هنبدأ مع بعض. طبعا احنا خلاص الابرة الدائرية احنا خلاص مش هنشتغل بيها، احنا هنمسك الابرة الكروشيه ومن خلالها هنقفل الغرز. هنبدأ مع بعض، والغرزة الاولى هنيجي ننقلها على الابرة الكروشيه ونبدأ نعمل كام سلسلة؟ هنعمل 7 سلاسل. واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنيجي ناخد ثلاث غرز من على الإبرة الشمال ونحطهم برضو على إبرة الكروشيه وهنيجي نلف الخيط على الإبرة ونسحب الغرزة من الأربع
لفات ال على إبرة الكروشيه. شايفين هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. طيب احنا هنكرر دوت كم مرة؟ هنكرر كمان 3 مرات. هنبدأ مع بعض وهنعمل برضو 7 سلاسل. طيب احنا كده خلصنا واشتغلناها 3 مرات. طيب بعد ما خلصنا 3 مرات دول احنا هنعمل ايه؟ هنيجي وهنشتغل 7 سلاسل برضو. هنعمل 7 سلاسل. وهنيجي في نفس الغرزة اللي احنا بدأنا فيها السلاسل، هنقفل، هندخل إبرة الكروشيه ونسحب ونخرجها من الغرزتين بالشكل ده، ويبقى هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. خلاص. طيب بعد كده هاجي وهعمل برضو 4 مرات اللي احنا شفناه مع بعض، اللي هي 7 سلاسل، ونقفل في 4 غرز. كده احنا خلصنا الجزء اللي احنا عملناه ده، هو ده اللي بنكرره لغاية ما نقفل المربع كله. لو في اي صعوبة ممكن تقفلوها بالغرزة المقلوب. ومعاكم وصلنا لنهاية الفيديو. يبقى كده الوحدة المفرش كده خلصت. اشتغلت معاكم 22 دايرة وقفلنا كمان بإبرة الكروشيه. ولو في اي صعوبة ممكن تقفله بالغرزة المقلوب. يا رب يكون الشرح واضح والفيديو نال اعجابكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.